لأن ما في يعني لاعب من الساحل طاح لم يتأخر كثيرا، ثم حسين فاضل ودقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأساسي من زمن الشوط الأول، القادسية 3 أهداف مقابل لا شيء الساحل، وكرة ملعوبة توصل إلى عامر المعتوق يلعبها لجهاد الحسين، جهاد الحسين الكرة معاه ناحية الشمال للمجمد، لجهاد مرة ثانية للمعتوق وسعود وتسديدة ويحصلها، يسجل أيضا سعود المجمد الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة 45 من زمن الوقت الأصلي ودقيقتين من الوقت بدل الضايع. سعود شوف 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 سعود، هذا المعتوق لما مر، وهذا سعود المجمد وتسديدة قوية ما أخر فيها على طول. شوف هنا فعلا التصرف للمهاجم، شوف 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 سعود المجمد والهدف الرابع، الهدف الرابع 4 هدفين الفراس، فراس الخطيب، وهدفين لسعود المجمد، فراس الخطيب الهدف الثاني والثالث، وسعود المجمد الأول والرابع. الكويت يتقدم.